سواعد الخير الموجودة بدوار فريش جامعة سيدي علي بن يوسف. الفكرة ديال هذه المبادرة كنا اقترحنا، دفعنا واحد الطلب للجامعة ديال سيدي علي بن يوسف الرئيس ديالها على أساس أنه باش يدير لنا واحد المصابيح ديال تابعين المكتب الوطني للكهرباء، فإذا به كان الرفض وقال لنا على أساس أن كاين دواوير أخرين غادي يكون يعني المنحة كبيرة باش نخلصوا الوين وداك الشيء. جمعنا المكتب ديال الجمعيه، خدينا واحد الفكره على اساس ان باش نديروا نخرجوا بشي حل لهاد الدوار من اجل الاناره. كان اخذوا رد بين الاخوان، خرجنا بواحد النقطه اللي هي ايجابيه، هي الطاقه البديله الا وهي الطاقه الشمسيه، والحمد لله قمنا بواحد العمل اللي كبير بزاف، وجمعنا واحد المبلغ مالي اللي ممكن انه يخول لنا باش نشري واحد تقريبا 46 مصباح باش نوزعوها في جميع الازقه ديال الدوار. وهاد المساهمه كانت غير من الناس المنخرطين اللي ولاد المنطقه هنايا في الدوار، وحتى اللي كاينين ولاد الجاليه اللي هما خرجوا مده طويله من هاد الدوار. هو من طبيعه الحال يعني الدوار ما يمكنش غادي يتلقى شي حاجه اللي هي زوينه وغيتلقاها بشحال بنكسة ولا بيدا غاني، غيتلقاها بالرحب والسعاب. يعني الناس هنايا فرحوا، الناس قال لك حنا كنا كنخرجوا في الظلام كنبغوا نمشيو للمسجد في الفجر كنلقاو الظلام، او ملي كنبغوا نصليو صلاه العشاء ولا المغرب كتكون الظلمه وداك الشيء. دابا حاليا ما بقوش كيهزوا المصابيح اللي هي عاديه اللي كتشارجا او مثلا بالبطاريات، الان ولا كيخرج انسان عادي كيشوف شنو قدامه، يعني كاين الضوء كاين هادي، الناس حبوا الفكره بزاف، يعني الناس فرحانين. احنا درنا واحد اجتماع مع الاخوان على اساس ان باش هذه الفكره ما تبقاش محاصره غير على دوار الفراش وداك الشيء، تخرج للوجود للدواوير الاخرين وداك الشيء. كنتمنوا وهضرنا ماشي اخوان اللي هما مثلا كنقولوا راهم معروفين في هذاك الدوار، على اساس انه باش يديروا واحد الجمعيه ونديروا معاهم واحد الشراكه وداك الشيء، وتكون تابعه للجمعيه ديالنا، يعني بحال فرع نديروا فرع تما، وهذيك الساعة نعموا الفكرة اللي ما لا، يعني خاص غير الدخل ديال المنخرطين وداك الشيء، ونعموا الفكرة لجميع الدواوير إن شاء الله. أعطى واحد الجمالية رائعة في الحقيقة، يعني بعد ما كان ظلام دسم في 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 الليل وداك الشيء، الآن كتشوف ملي كتمشي البعد ديال الدوار تبعد عليه بواحد الكيلومترات اللي هما قلال، كيبان لك دوار يعني أضاء عليه النور، يعني ولا كيبان لك منور فيه المصابيح دايره وداك الشيء. يعني فكره زوينه وجميله جدا، كنشكر الاعضاء ديال المكتب ديال الجمعيه، كنشكر الجزائر واخا انا منهم، ولكن هم مساكن كيقوموا بالدور اكثر من. وبالنسبه للجمعيه كاين عندها انشطه اخرين، يعني كاين انشطه من بين واحد النشاط اللي هو غيكون ماشي نشاط، هو راه يعني بروجي كبير اللي هو الربط المياه بالمنازل، اللي ان شاء الله حنا كنديروا في الدراسه ديالو، غير تم الموافقه ديالو من طرف العماله ديال الجديده والمكتب الوطني للماء والصلاه والشرب، وهذيك الساعه نشرعوا في ربط المياه بالمنازل. وهاد الايامات ان شاء الله غيكون واحد الماراثون مصغر في الدوار هنا ديال ابناء المنطقه وبنات المنطقه، يعني ذكور ونساء. وكذلك كاين واحد الدوري مصغر اللي غيكون ان شاء الله شراكه مع واحد الجمعيه من مدينه الجديده اللي غادا تشرفنا بالحضور ديالها وداك الشيء، وغيكون غير تقريبا في واحد 6 الفرق اللي هما من الابتدائي والاعدادي فقط. وكنشكر
اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.